ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة ذكر أشياء ثلاثة هي أسباب لسعادة المرء لسعادة العبد. تريد السعادة تأتي بهذه الأشياء الثلاثة. الأول عند السراء عند النعمة تكون شاكر تقول يا ربي لك الحمد هذا من فضل ربي. الثاني عند الابتلاء عند المصيبة تكون صابر. الثالث عند الابتلاء ترضى بالقضاء والقدر لا تتسخط على القضاء والقدر. هذا الثاني. نعم عند الابتلاء عند المصيبة تصبر ترضى. الثالث عند المعصية مستغفر يعني عندما تذنب تستغفر تعود إلى الله. الريفة منوتا نا مصيبتا نا تشكر النعمة تصبر عند الابتلاء تستغفر وتتوب من الذنوب. نعم.